solo la bicchiera. اول حاجه لو جينا الديفرنشال كارنت الار بريك باص بار هيعمل ايه؟ هيعمل ثلاث حاجات، كونتينوس ان اوبريشن واختبرناها ماشي، او بلوك باص بار بروتكشن واختبرناها برضو، او سيلكتيف بلوك الباص بار. يعني احنا لو حققنا دلوقتي زي ما احنا شايفين كده 2 من 10، شيل راح اوصل لل 603 بريكا 603 ولا 4 ولا ما توصلش حاجه يا محمد. اعمل لي ايوه اخر واحد ايوه اعمله كده ماشي اقفله بس بس نعملنا كده بلوك للبقيه بس كده. ايه اللي هو الفرنش كرانت الار و14 اللي هو باس بار بلوك و16 17 اي اف بي بلوك وباس بار زون 1 اي بلوك. خلاص بوساطه احنا سنيت بلوك باس بار الحقيقيين هنا سنجل لاين ديجرام عينين على ايه؟ ده عينين ايه 603 رايح الباسبور وانا ايه؟ شاف ان في ديفرنشال الارم على النقطة دي هيعمل لي بلوك على الباسبور وانا ايه؟ طب احنا عشان البريك المفتوح احنا عملنا ايه؟ بس سبورت بلوك عشان ايه؟ قرروا خرج الخدمة معانا ما نرجعش خلاص ده اللي احنا عملناه. ده الاختبار اول اللي هو بتاع الديفرنشال والله يعمل الباسبار بلوك كامل يعني على حسب السليكشن اللي انت عملت ليه ده سويتش ده عشان بريكر مفتوح يا علاء راح اوصل لي بريكر بتاع. طب لو البريكر متوصل ايه اللي هيحصل؟ مش ان فوت بروتكشن بريكر والسكينه صح؟ ها؟ ايه؟ بريكر والسكينه؟ لا البريكر بس. دي معناها ايه؟ لما انا عملت كده معناها ايه؟ بلوك للارث فولت بروتكشن. ارث فولت؟ للاند فولت بروتكشن. بس فاسيلتي يعني مديني سويتش اللي انت فولت بروتكشن اقدر اعمله او لا؟ اه فاسيلتي يعني فاسيلتي ماشي طيب يا محمد. يبقى احنا ديت النقطه دي بتاعت الباسبار الديفرنشال ده الخاصه سيستم ريسبونس لما يحصل عندك ديفرنشال كارن الارم. اه لما نختبره ايه اللي حصل؟ ايه الداتا اللي ظهرت؟ الداتا اللي ظهرت ان انت عندك انا دلوقتي مختار ان هو سيلكت بلوك باسبار بروتكشن يعني سيلكتيف يعني الزوم بتاع اللي عليه بس فولت الباقي كله ممكن تشتغل عادي باسبار باسبار عادي ماشي باسبار 1 ايه دلوقتي انا ما اختار سيلكتيف ليه من خلال السكينه بتاعتي ان انا اوصله على ليه باسبار 1 ايه ماشي. طيب ما يحصل فولت انا حققت اكثر من 2 من 10 اللي هو المينيمم بيك اب بتاع الديفرنشال كارنت ارام لمده اكثر من 5 ثواني اللي هو السيتنج اللي محطوط. جه لي شويه لمبات، اللمبات دي بتقول لي ايه؟ بتقول لي ان الباسبار 1 ايه بلوك ان انت عندك ديفرنشال كارنت الارم والباسبار 1 ايه بلوك. هو ده اللي هيظهر. اوكي طب الاختبار ده ليه ما بنعملوش في البدايه مع الالارم؟ اعمل اللي انت عاوزه، ده حاجه ترجع ليك. لا هل في حاجه تانية يعني؟ لا مفيش حاجه، عاوز تعمله اعمله، مش عاوز تعمله ما تعملوش، دي حاجه برضه ترجع ليك. احنا هنا اهو عندك الثلاثه المود، عندك كونتينوس ان اوبريشن وبريك بلوك باس بار بروتكشن وسيلكت بلوك باس بار بروتكشن. انت عندك بتعمله، يعني احنا الاختبار ده احنا ما عملناهوش، يعني احنا شغلنا عملناه كده مع الراجل. اول حاجه انديكيشن بي سي يو نو الارم مش عارف ايه الكلام ده. انديكيشن ايه دي؟ نو الارم كونتينوس ان اوبريشن، خلاص ما فيش الارم. ايه بي سي يو ده؟ فين بي سي يو دي؟ بي يونت ده ولا ده؟ ده البي يونت بتاعه ده انديكيشن ان سي يو ماشي. اكشن انجكت جراند ان اول زون اند تشيك ريمارك اول زون تريبس
يعني انت بتحققها له بس مجرد انت بتحققها. هو المفروض الزوم ما يبقاش فيه تبدا الارم بس. ما حين ايه لو كونتينوس انوبريشن. فانت بتفصل له بتحل له ديفرنشال؟ بتحل له ديفرنشال. تعمل له الارم الاول وبعد كده تدي له تريب. يعني عايز فاهمني ان انا قلت له ان هو بلوك اول زون وشاف تيار ديفرنشال هيعمل عليه على نفسه بلوك؟ هيعمل على نفسه بلوك؟ ما هو انت قايل له كده. هو ماله هو انت قلت له في الالارم يعني تاير الارم يعني اقل من الديفرنشال كارنت المفروض عشان الديفرنشال وبعد كده حصل له تريب يعمل لي بلوك بلوك عليه يعني انا وعندي تاير ديفرنشال على الزوم وانا قايل له قلت له الارم هاي الارم دي اعملها لي بلوك انت بتقول الارم 2 من 10 باس بار بروتكشن باس بار بلوك الارم كم يس ديفرنشال كارنت الارم كم انديكت ران الاول زون اند تشيك اول زون بلوكت يس خلاص ده انت بتقول ايه في فرق ناحيه تيار كرنت صغير على الالارم ان انا اوصل الديفرنشال ويعمل لي عليه بلوك الالارم هيعمل لي تريب لا المفروض خلاص انا بتكلم انك بتحن ديفرنشال كرنت مش الارم كرنت هو بعد كده شاف ديفرنشال كرنت الارم كرنت وبعد كده انت هتنتله بتيار الديفرنشال هيعمل لي بلوك كونتينوس اوبريشن يعني انت دلوقتي لو حنتله انستنتينوس طب زيها زي هتروح على طول ديفرنشال هيعمل بلوك برضه ديفرنشال؟ لا مش هيعمل بلوك انه مش هيفشل تيار الارم وازاي اعرف منين ان في ديفرنشال الارم مفيش انت اديتني مره واحده فولت خلاص انت الاول عشان تختبر يعني تعمل الاختبار ده بتعين له الارم كارنت خمس ثواني وبعدين تقوم رافع زي ما احنا عملنا هناك فاكر انت لما كنا بنختبر نختبر الباس زون اول حاجه عملناها كونتينوس اوبريشن عشان ما يعملليش بلوك صح عملنا كده وكنا مكمل نجيب البيك اب والدروب اوف مش كنا بنرفعه لحد ما يجي ده البيك اب في الارم كرنت الارم بتاعه الارم وبرده التريب كنت لازم احط دي كونتينوس اوبريشن عشان يشتغل عشان اعمل لان على ما ارفع يكون الديفرنشال كرنت الارم جه عشان كده بحطه خلاص وسيلكت بلوك باس بار بروتكشن بس يا معلم ده اول حاجه في السيستم ريسبونس وده اختبرناه ماشي هنيجي بعد كده ل ال ايزوليت وضع المفاتيح والسكاكين يعني ولا ازولت ايه بتحين وتشوف الزون اللي هيترب معاك على حسب وضع السكاكين على حسب وضع السكاكين تحين مثلا زون 1 وتعمل على كل لا 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 لسه لسه مش دي سيستم ريسبونس انت برضه عندك في القصه دي برضه ايه عندنا عمري عندك الحاله الثانيه هو تشيك زون كونتينوس اوبريشن ولا باي باس تشيك زون برودكشن وانت وانت بتختبر عم جيت بتبدلهم مع بعض دول ولا بتختبر الفاينل سيتنج وخلاص بتختبر الفاينل سيتنج يعني ما بتروحش حاطط النقطه دي تحت وتختبر لا في دي بتختبر بتشيلها تحت مره وتختبر بتختبر دي بتختبر هات الفاينل سيتنج بيك اب ودروب اوف لكن دي تختبرها موجودة في الجدول؟ ايوه تعال